ديزيز بنسميه دلوقتي ديفيوز، بنسميه دلوقتي ديفيوز بارينكمال لانج ديزيز، ده الاسم الجديد. بس احنا هنقول ان هو ايه؟ انترستيشال لانج ديزيز. طب ايه هو، بس يا كابتن عشان بس نخلص ده، ايه هو الانترستيشال تيشو اوف ذا لانج؟ اللي هو التيشو اللي انا مشاور عليه بالاحمر، اللي هو فيه انفلاماتوري سيلز زي ما انتم شايفين، اللي هو ما بين الالفيولاي والبلاد فيسلز. يعني لو ده كابيلاري دي الفيولس، ما بينهما انترستيشال لانج ديزيز. تمام كده؟ طبعا الموضوع بيبدا بشويه انفلاميشن في الانترستيشال لانج ديزيز، ثم ينتهي بايه؟ بفايبروزس. خلاص كده؟ يعني دي تعتبر حاجه انفلاماتوري ستيج، ستيج دي اللي هي بنسميها اي بي اف. اي بي اف يعني انترستيشيال بلمونري فايبروزس، وتعبير اي بي اف هو تعبير شهير وفي نفس الوقت هو تعبير مؤسف. لما انا اوصل لهذه المرحلة اعرف ان الموضوع صعب قوي. طبعا الحتة دي هي المسؤولة عن ايه؟ الديفيوجن. يبقى القصة دي هتعمل لي حاجة اساسية، ايه هي؟ ديفيوجن ديفكت. الديفيوجن ديفكت بيعمل ايه بقى؟ بيعمل ايه؟ يعمل هايبوكسيا. مش كده؟ هايبوكسيا. اكتر مجموعه من الامراض في التشيست بتعمل هايبوكسيا هما دول. يعني مثلا تبص تلاقي السي او بي دي تلاحظه بيعمل هايبوكسيا، ده اشد. مين اللي فيهم معاه كلابين ده؟ السي او بي دي تلاقي كلابين عادة ما تحصلش او فيري رير. طيب هو بقى كاتب شوية حاجات، يعني باثولوجيكال ستيجز. الباثولوجيكال ستيجز دي مجرد فكرة كده، خد عنها فكرة بس. يعني ايه بيقول ايه في الاول؟ هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك انه طبعا المجموعة دي اصلا هي امراض انفلاماتوري، هي في أول سطر في الديفينيشن دي أمراض انفلاماتوري وفي نفس الوقت نون انفكشوس، يعني هي مش انفكشن ولا مالجنت ديزيز، أمراض انفلاماتوري. طب هذه الأمراض في البداية اللي هي ايرلي فيز خالص، في الايرلي هيحصل ايه يا دكتور؟ أي طبعا أنتوا عارفين كويس قوي إن أي انفلاميشن بيخلي المكان الأول يورم. الورم ده سببه ايه؟ اللي هو نقول اكسوديت بقى مش ترانسفيت، اللي هو الانفلاماتوري ايديما. الكابيلاري بيرميابيلتي بتزيد سنه ثالثه يعني، واخد بالك؟ فطبعا في البدايه الالتهاب يؤثر على الكابيلاريز، وبعدين الكابيلاريز يحصل منها شويه اكسوديت، فيحصل نوع من الانترستيشيال ايديما البسيطه الاول، ثم المرحله بعد كده هتبقى انفلاماتوري سيلز. انفلاماتوري سيلز هنا احنا بنعتبرها ايه؟ انترستيشيال نيمونيا. انترستيشيال نيمونيا. لكن في الاخر ماذا يحدث؟ في الاخر هتلاقي سونر اور ليتر هيخش فيه فايبروزيس اللي هي الانترستيشيال بلمونري فايبروزس اللي هي الاي بي اف.
الكلام ده هتلاقيه واضح جدا بسهولة شوية في الباثوجينيز. يبقى الباثوجينيسيس هتجد ان هي مكتوب لك ايه يا دكتور؟ ان كل الكوزز اللي بتعمل الشطر ده، الشطر ده اللي هو ايه بقى؟ السيليكا، الاسبستوس، امراض كولاجين ديزيز هتعمل كده. وفي المرض اللي احنا هندرسه بعد شويه اسمه ساركويدوزيس، وهو ده الموضوع. كويس؟ الامراض دي كلها هتعمل ايه يا دكتور؟ ممكن تعمل تريجر للاميون سيستم، او بتعمل دايركت انسلت على اللنج. النتيجه ايرلي في ايه؟ انفلاميشن. ليت في ايه؟ فايبروسيس. عشان كده هو كاتب لك انه الكوزز التي تؤدي الى انترستيشال لنج ديزيز تؤدي الى انفلاماتوري بروسيس، انفلاماتوري سيلز، وده بيؤدي بالتبعيه لديفيوجن ديفكت. العيان اتلحق وبقى كويس وخد العلاج، يبقى ان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله. العيان بقى ليت هيوصل للمرحله دي. طب ايه نهايه انترستيشال بالمونري فايبروز؟ ده مارك ديفيوجن ديفكت، يعني هايبوكسيا. هينتهي بايه في الاخر؟ اما ريسبيراتوري فيلير وكور بالمونري. هي دي النهايه. يبقى بالكم ازاي؟ فاحنا الموضوع ده درسناه زمان في الكوميونتي، مش كده؟ بس خدناه بطريقه كده يعني صعبه شويه، فما كناش مش كده؟ سيليكا واسبستوس ومعرفش ايه، اوكيوبيشنال لانج ديزيز. تعالى بقى نشوف مين هم الامراض اللي بيعملوا الاعمال السوداء دي. اول مرض هيبقى مين؟ الاوكيوبيشنال لانج ديزيز. اللي هم مين؟ الاوكيوبيشنال لانج ديزيز. الاوكيوبيشنال لانج ديزيز هم على طول الاوكيوبيشنال لانج ديزيز في اللي هو انهيليشن دست. دست يعني ايه؟ غبار. اي غبار؟ الدست معين في العلم ان اورجانيك دست، وده بيسموها نيموكونيوزيس. واورجانيك دست اللي احنا هنسميها ان شاء الله هايبر سنسيتيفيتي نيمونايتس زي ما هندرسها. يبقى اذا كانت دست ان اورجانيك تبقى نيموكونيوزيس، وده زي السيليكوزيس والاسبستوزيس. اما اذا كان الدست بقى اورجانيك هنشوف لك في حاله هتبقى اسمها هايبر سنسيتيفيتي نيمونايتس. طب هل في اسباب تاني غير موضوع دست؟ اه، كولاجين ديزيز. هندرس بقى اللوبس، روماتويد، انكيوزن. هتلاقي الامراض دي كلها بتعمل انترستيشن لانج ديزيز. طب هل في سبب تالت؟ اه، سبب غير معروف، ساركويدوز، وده الموضوع الرئيسي. واخر حاجه بقى دراجز. احنا خدنا دواء اللي هو الاميودارون بيعمل انترستيشن لانج ديزيز، وفي دواء كمان نيتروفيرانتويل. نيتروفيرانتويل ده ايه؟ ده يوريناري انتيسيبتيك. يوريناري انتيسيبتيك تحت بند كينولونز، لو تتذكروا الكينولونز خدناها مرة. نيتروفيرانتويل جت سيرته في الهيباتوتوكسيك دراجز، هتلاقي مكتوب نيتروفيرانتويل وسيادتك كاتب ان هو يوريناري انتيسيبتيك بايديك الحلوين. ولا يهمك، مالهاش حاجة. كلينيكال بيكتشر. طبعا بقى بص بقى الجزء اللي انا هقوله ده اهو، ده ايه؟ اكتب عليه ان ده اكلاشيه عام. يعني ايه اكلاشيه عام؟ يعني اي انترستيشال لانج ديزيز تيجي سيرته هتلاقي الزبون عنده الحاجات دي. وات ايفر بقى، هو ساركويد، هو
سيليكوزيس هو اسبستوزيس لوبس ولا روماتويد عمل دي نفس الكلام ده نعم. ده كلام عمومي. الكلينيكال بيكتشر دايما المريض عنده مانيفستيشن للكوز او هيستوري للاكسبوجر نفسه. والله يا دكتور انا شغال في المكان الفلاني وفي غبار بتاع السيليكا او الاسبستوس مثلا. اثنين، هتلاقي المريض دايما عنده مهامير زائد حرف سي اللي هو قف كح سينوزيز. سينوزيز سببها ايه؟ الهايبوكسيا. كوربالمونال ما هو الكوربالمونال سببه الهايبوكسيا، يبقى الهايبوكسيا هي السينوزيز هي الكوربالمونال زائد كريبيتيشن وكلابين. بتلاقي المريض كده انا دكتور بنهج وعندي كوف وعندي كلابين وعندي كريبيتيشن وعندي. هذه الكريبيتيشن ليها كاركتر. ان هي ايه الكريبيتيشن هنا يا اولاد؟ فاين كريبيتيشن. مكتوبه ولا لا؟ فاين كريبيتيشن. ولها صفه ليزري كاركتر. مكتوبه عندك؟ يعني ايه الكلمه دي؟ واحد راجل يقول لك ها بتعمل ايه بقى؟ الانترستيشال لانج ديز. تقول له بتعمل فاين كريبيتيشن. تقدر تقول لي ايه الكاركتر بتاعت الفاين دي؟ وعايز اسمع منك كلمه ليزري كاركتر. يعني ايه ليزري؟ اللي هو ايه؟ اللي هو ها؟ قول يا استاذ. اللي هو صوت الجلد الجديد. يعني مثلا واحد لابس جزمه جديده، شنطه جديده، تلاقي الجلد كده بيبقى جديد كده سام تايمز. تيجي تدوس عليه او واحد يلبس كده جزمه تلاقي فيه طقطقه كده معينه، وفي نفس الوقت بتبقى يعني قولوا لي كده هي الجزمه وانت لابسها جديده لان قول لي بس انت احساسك ايه؟ وانت نازل طبعا تبقى مبسوط. لكن احساسك ايه؟ هي بتطقطق ولا بتزيق ولا مند علانه؟ هو بصراحه مند علانه. هذه الكاركتر اسمها ليزري كريبيتيشن. بس خلاص يا حاج عشان بس عارف يعني القصه ليزري كريبيتيشن. طبعا ده كلام يعني بتاع الناس اللي هم القدامى، بس برضه يطلع لك واحد قديم كده بكاسكيته يروح قاعد قدامك يضيعك. هو في ناس كده. طب نيجي نشوف الناس دول بقى ايه الانفستيجيشن بتاعتهم. هعمل أشعة صدر هلاقي الشكل ده ميديالي شكله، هلاقي شكله ميديالي شكله. وطبعا حتى في عندك كده يعني يمكن أشعة عندك، أشعة عندك باين كده فيها يعني تلاقيها التشيست في نقط ولا مش باينة النقط؟ نقط باينة بس عارف تحس بالنقط فين؟ بص الصف الثاني ده اللي قاعدين دول كده، بص تبص عليها من بعيد شوفها، شوفها من بعيد يعني ابعد الكتاب شويه. هو دايما يقولوا لنا كده على الميديا شادو كده عشان تحس، لان كل ما الكاميرا بتقرب تبص لها تبقى مش شايف. طب ده ميديا شادو. ايه كمان العينين دول بيبان؟ خلي بالك يا دكتور، بنعمل حاجة اسمها ترانس برونكيال لانج بايوبسي. يعني أنا بخش يا دكتور أهو، أنا بخش كده دي البرونكس أهي، بخش في البرونكس بالمنظار وأجي أروح إيه؟ أروح بطلع النيدل من البرونكس كده، بطلع النيدل من البرونكس كده، يبقى ده منظار وأدي برونكس، ونروح عامل بانكشر للبرونكس ويطلع ياخد بايوبسي. بيقدروا يعرفوا نوعها ايه؟ الانترستيشن لانج ديزيز. طب لو جينا عملنا بلاد جازز هنلاقي في ايه؟ هايبوكسيا. ويتش لانج ديفكت؟ ديفكت
ديفيوجن الفكر. بس ايه رايك؟ هو ديفيوجن طبعا صح، بس ليه ترقون؟ ماذا يحدث؟ بلمونري فايبروزس، يبقى في نوع من الريستريكتيف هايبو فنتليشن ليدز. طيب ازاي؟ اللي هو ديفيوجن ديفكت، بس باي تايم هيضاف اليه من الفايبروزس بقى اللي موجوده، عدم قدره البلانت ان هي تكسباند، يبقى ده ريستريكتيف هايبو فنتليشن. ايضا في برضه حاجه اسمها برونكو البولار لافاج، انا جبت سيرتها مره، اللي هي ازاي؟ اللي هي بنروح داخلين بالمنظار ونرمي كده زي فلويدز ونسحبها خلاص كده عند السمول برونكيولز، نرميها يروح واخدها ويفحص ويشوف نوع الانفلاماتوري سيلز. عادة بتلاقي في انفلاماتوري سيلز في هذا المكان، بيدل ده برضه سام تايمز على انه ده انترستيشيال لان ديزيز. يعني هي تحس ان هي العلاج هو علاج السبب، وهتلاقي الكورنر ستون اوف تريتمنت هنا هو الكورتيزون، لان دي امراض انفلاماتوري. بس الكورتيزون يا ريت يبقى ايرلي، يعني يا ريت تعرف السبب وتبعد عنه وتعالجه وتدي الكورتيزون، يبقى العين كده ممكن ايه ننقذه. في بعد الكورتيزون في بقى اوكسجين ثيرابي، في ممكن تدي اذر اميون سبريسر. احنا خدنا كده دايما نقول ايه، احنا خدنا دايما نقول لك ايه، لما تدي كورتيزون وما يستجبش تحط على الكورتيزون حاجات ثانيه زي ازاثيوبرين، زي سايكلوفوسفامايد، زي هتلاقي الحاجات دي بقى فورماتولوجي هتتجلى، هتلاقي نفسك عرفت بقى الحاجات دي كويس قوي. دي قواعد كده في استخدام الكورتيزون في العديد من الامراض والقواعد الثانيه، ان احنا بنبدا فول دوز ستيرويد، العين يتحسن بعد فتره، جرادوال وزدروال، لو دوز مينتنس طالما العين ماشي معايا حلو، مش حلو هروح ضايف على الكورتيزون حاجه من الاميون سبريسيف درجز القويه مع الايه الكورتيزون. على فكره المرض ده ساعات يعني يبقى محتاج برونكو دايليتور، ساعات بيحتاج بعض انهيلرز الى اخره، وفي النهايه المريض يعني في الاخر بيبقى يعني قعيد. يعني لازم المريض ده يتشخص ايرلي. يعني انا اعرف ناس اعرف كذا واحده كان عندهم هذا المرض وقضوا 20 سنه ما بيقومش من السرير، بس كويس، هو كويس ليه اكسجين شغال، اكسجين 24 اور لا ينقطع، وقاعد خلاص هو ادابتد على كده خلاص، هو قاعد بقى على السرير ست وبتاع. وتلاقي يعني في ناس يعني ستات بالذات ربوا اولادهم وخلوهم رجاله وهي قاعده على السرير ده، قاعده على السرير كده ما بتتحركش، والزوج متوفي كمان. شوف بقى الدنيا. في ناس بتبقى عندها يعني في ناس فعلا اتولدت فبتتعذب ثم بترحل. طبعا الاطباء هم نمبر 1 طبعا، يولدون فيتعذبون ثم يرحلون. انت اتولدت حاليا بتتعذب، اطمئن سترحل، ده شيء مؤكد. فبتزعل ليه؟ ما احنا هنرحل جميعا. دي برضو حاجة مهمة. طب تعالى بقى نشوف بعد الأكلاشيه ده اهو، هكلمك كلمة، فأنا حاطط لك مربع واكتب على المربع ده فكرته، إن شاء الله اكتب عليه انظر بقى الروماتيزم اللي أنا قلتها دلوقتي، اللي هو إيه؟ لما أجي أقول لك ما هي قاعدة استخدام الكورتيزون؟ أي مرض بقى إحنا عندنا الكوستروماكويد والفاسكلايتس والامراض العديده بتدي الكورتيزون ازاي؟ دايما احنا نسمع يقول لك ايه؟ ادي الكورتيزون 1 مللي هو البريدنيزون 1 مللي جرام للكيشي بير دي لحد اقصى كام مللي في اليوم؟ 60 50
حد اقصى. في بعض حالات بتحتاج الى 80 طبعا، بس احنا عايزين نقول ايه، خلينا الستاندرد 60. طب وبعدين؟ انا مش بتكلم على السركايل، انا بتكلم عموما. يبقى انا عندي مرض اوتوميون شكل هديله كورتيزون زي اللوب زي هدي فول دوز ستيرويد 1 ملي جرام كي جي بير دي انتل امبروفمنت بعد شهر شهرين شهر ونص، يحسن العيان كلينيكال اكزامينيشن بالانفستيجيشن يتحسن. ايوه جرادوال وزروال لو دوز مينتنس. في عيان بيبقى على كده وفل، في عيان بيبقى محتاج كمان معاه بقى ادويه اخرى زي الازاثيوبرين زي السايكلوفوسفامايد زي السايكلوسبورين. ولا انا اللي قاطع ستيفن في حاجه زعلانين منها في حاجه؟ والله يا دكتور يعني شوف، ما هو في هنا نوع بالتجاوزات، يعني في بعض الكتب اختلفت القصه دي. في واحد يقول لك ايه، هو واحد من الجرام في الكي جي بس فرضنا واحده ست مثلا وزنها 270 كيلو، انت تقول هو في كده؟ في هنا طبعا انت مش هتسال في وبيجوا المستشفى، والناس دي اكيد عندهم امراض الدنيا. في واحده ست كانت عندنا في المستشفى من حوالي شهرين، عارف كانت بتنزل من بيتها ازاي يا دكتور وترجع ازاي تروح، مش هتصدق يا دكتور، مسكينه ست تخينه جدا 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 جدا، عارف ازاي يا دكتور؟ المطافي هي اللي بتطلع، او الونش اللي هو بيطلع العفش، عارف كده. بس بص، لما تسمع حاجه زي كده وانت طبيب ما تضحكش، لا تضحك، لا تضحك، يعني مش نقعد بقى نضحك، ما تضحكش يا دكتور. نفسها تيجي في العيال تخلي البيت تخرج كده تفضل ماشي بيها في الشوارع. ست بتقطع بالوش راح بالوش، مش هتسال سينزلها ازاي؟ وهتخش العربيه ازاي؟ هتخش العربيه فانا بفهم. فهو هنا العلم قال لك حط ماكسيموم 80 مللي 60 مللي. في بعض الناس قال لك ممكن الماكسيموم يبقى 80، لكن مش بقى خلاص بقى كل فهم. طب وبعدين؟ خلي بالك ان احنا معانا اذر دراجز اخرى هتتحط مع الكورتيزون وهتفهم المعنى، اسمه ستيرويد سبيرنج دراجز. يعني في ادويه بنديها مع الكورتيزون عشان ما نديش لارج دوز ستيرويد. القواعد الجميله دي في روماتولوجي اي ثينك اللي حضر يعني راوند روماتولوجي الكلام ده انت سمعته. نيجي بقى جميل نقول ايه؟ سيبريت تايبس اوف انترستيشن لونجز. نمبر 1 نيموكونيوزز اسبيستوزز. الاسبيستوز هيجي يقول لك هو الاسبيستوز بيعمل ايه؟ لو ترجع بقى لايام زمان، يعني انا ممكن دلوقتي اكتب لك في الاسبيستوز بلاوي. بص عايزين نكتب بقى ثلاث ورقات اسبيستوس. طبعا ده عشان يجي سؤال يعني ما ينفعش، هتروح كاتب له ايه؟ برونكوجينيك كارسينوما، هتروح كاتب له ميزوسيلوما، هتروح كاتب له ساعات بيعمل بيناين بلورال ديفيوجن، هتروح كاتب له انترستيشن لونج ديزيز. بص هتكتب الكلام قد ايه؟ لو تفتح بقى، انا فاكر اصلا انا في الكوميونتي وعمال اكتبه الاسبيستوس عمال يطص او بروكوجينيك ويضرب كلام والميزوسيليوما مش عارف ايه، الواحد مش فاهم حاجه. تيجي بقى في هو الاسبستوس بيبقى في مين يا ولاد؟ مين اللي بيتعرض للاسبستوس؟ اللي هو جماعه بتوع المواد العازله. اي مواد عازله، مواد تعزل الصور، بتعزل الحراره، خلي بالك يعني مثلا زي الناس اللي هم كده ايه، انت ساعات بيبقى مثلا تيجي كده ربنا يكرمك بقى ما تتجوز، خلي بالك برضه يا دكتور لازم ما تيجي تجيب الشقه بتاعتك تعرف هي قبلي ولا بحري ولا شرقي ولا غربي، ولازم تعرف الفرق بين ده وبين ده. يعني هو الشرقي ايه حكايته بالنظر ايه نسبه كده ايه؟ تبقى راجل دكتور قد الدنيا ومش عارف الاتجاهات، مش عارف الشمس بتطلع منين يا لك، وتلاقي ناس محترمه تساله لا والله ما اعرفش، مش عارف شقته ايه؟ معرفش. لا تعرف ان هو متخلف على طول. واخد
بالك انت ازاي؟ معرفش. المهم تيجي انت بقى تروح بتدبس في الدور الاخير. الدور الاخير عليه اوفر والشركه عامله يعني سعر حلو عشان ده اخر دور وهيديك جزء من الروف حاجات. فاحنا اكيد اخد اخر يلا. لا طبعا شعبه فوق كده مش مشكله. بقول لك بقى وبعدين في ناس عندها كونسيبت بيقول لك اخر دور فيه ميزه حلوه عشان لو حصل زلزال والعماره وقعت ابقى انا فوق. انا النبي يا معلم مفيش حاجه هتنزل عليا قوي هيبقى دوك سقف واحد مش مشكله. انما في ناس تحت هيتردم مش هيطلع ده. فالمهم ايه؟ هتلاقي في مشكله في ايه بقى؟ المطره والشمس ضاربه وبالذات هم المفروض اخر دور ده كان فيه نوع من العزل الشرايين عشان الشمس. فانت حاسس ان الشمس الدق عندك جامد والتكييفات مرهقه وهتدفع بقى تكييف كتير. فانت تعمل ايه؟ والله هتتجه الى شركه بتاعت ايه؟ اللي هي المواد العازله. في شركات كبيره على فكره وتيجي تقول له هيروح شايف شقتك كام متر ويجي فوقيها ويجي يحط لك طبقات معينه من مواد معينه من الاسبستوس بتخانات مختلفه واسعار مختلفه المتر كذا وحاططها تلاقي الشقه بقت فل وهكذا. صناعه المواد العازله دي كلها اللي بتعمل كده. السيليكا بتبقى صناعه السيراميك تكتب والزجاج سيراميك والازاز. السيليكا بتعمل انترستيشن لانج ديزيز وبتعمل كمان بتخلي المريض على فكره يجي له تي بي ولو في تي بي مع السيليكا بيقول لك بيحصل ماركت كيزيشن. هو ايه الكيزيشن ده؟ الكيزيشن از اي تايب اوف ميكروزس. ايه يا عم؟ مش الميكروزس انواع اشهر نوع الانفاركشن. الانفاركشن دي تحت بند ايه يا اخويا؟ نيكروزس سنة تانية. وفي نوع تاني اسمه ديزيشن لنيكروزس ايضا وهكذا. ننزل تحت بقى شوية اكسترنسك الرجيك الفيولايتس اللي هي الفارمر لانج. المثال الشهير مين؟ فارمر لانج. مش مكتوبة فارمر لانج دي ولا مكتوبة؟ اه اللي هو فاكرين قصة القش القش عارفين القش؟ القش اللي هو الهي الفلاح يروح عند الهي القش ده اللي هو بتاع ايه؟ نتاج محصول الارز. فالراجل هناك طبعا تعرفين بقى الناس كده تلاقي في ميه والندى يجي على البتاع ده اهو ومطره فتلاقي الاكتايلومايسيتس تنمو على القش. فيقوم الراجل يروح الغيط يروح مش عارف ايه فطبعا القش بقى بيبقى فيه غبار كده والهواء فالراجل ينهيل اكتايلومايسيتس. وبعد ست سبع ساعات من الاكسبوجر يعني راجل راح الغيط وراح راجع على بعد الظهر كحه والديسكي. بس بص بقى جميل الحفظ الملحوظه دي نو بيزي تشيست. طبعا هو ساعات بيضحكوا على الناس في الام اس كيو. بص اقرا كده الاسم اسمها ايه هي المرض ده اسمه ايه؟ الرجيك بص اسمها ايه؟ اكسترينسك 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 ازمه يعني اكسترينسك الرجيك الرجيك الفيولايز. يقول لك فيها في الام اس كيو ويزز ما فيهاش. انا واخد بالي من الحته دي. طبعا انت على طول هتروح كاتب ان فيها ويز مش اكسترينسك والرجيك. الله ازاي؟ اللي هو نظام بقى الايه؟ اللي هو بالشبه. لا خلي بالك من ده بيبقى مكيده. اكتب هنا فيها مكيده. من كتر بقى التعرض للقش هيوصل في الاخر لايه الموضوع؟ انترستيشن بالمونري فايبروسس. طب ايه كمان الناس اللي هم بيجي لهم نفس المرض بس مش فلاح؟ مش لازم يبقى فلاح يعني وقش وبس. لا في ناس اللي هم البيرد فانشير اللي هم الناس اللي هم ايه؟ بيرعوا الطيور. والناس اللي هم بيصنعوا ايه؟ بيصنعوا فاكرين البتاع اللي اسمه باجاسوزيز ده؟ باجاسوزيز نسيتوها؟ القصب. باجاسوزيز القصب
القصب يا اخويا شوجر كين. القصب بيستخرجوا منه ايه يا ابني؟ سكر. شاطر قوي. طب القصب بقى بعد ما يطلع من عند عصير القصب بيروح فين؟ بيعملوا منه ايه؟ ورق. بيعملوا منه ايوه ورق وخشب. الخشب اللي هو اسمه ايه؟ البلامين. عارفين خشب البلامين؟ اللي هو اسمه الحبيبي. خشب اسمه الحبيبي يعني هتلاقي ده حبيبه اهو ده. تلاقي في مكتبه شيك جدا تسال عليها بكام دي؟ دي ب 20,000. طب ليه كده؟ لا طبعا. انت بقى لسه بتبدا روح بقى شوف حد تلاقي مكتبه احلى منها 3,000. هيبقى خشب حبيبي. خشب مش خشب يعني. هو بيبقى كام طوب قصب كده بيحطهم في الكلام. بس على فكره تبقى كويسه برضه. يقول لك اصل ده خشب بلامين يا حبيبي. انتوا عارفين لما ما بتفهموش كده خالص. لا فاهمين طب ولا بره طب. يجي ادينا بنتعلم. طب يا سيدي في كمان اللي هو هيوميديفاير لونج او الهيوميديفايرز اللي هو الاير كونديشنز. خلي بالك الاير كونديشن بس مش ده فريون. في حاجه اسمها اللي هو بيسموه ايه جميل اكتب عليه كده باللغه العربيه المبرد او اللي احنا بنسميه التكييف الصحراوي. والتكييف الصحراوي هو بيقوم على عباره عن ايه مواسير ميه داخله خارجه في التكييف ومراوح شغاله فالهواء يطلع عليه رطب. شفتوا الكلام ده في الصحراء الجرداء ولسه ما زال بس هو قللوا بقى الحاجات دي في الحج في السعوديه تيجي تسافر الحج والحاجات دي بس زمان كان في اماكن فيها تكييف في اليوم وفي تكييف صحراوي. التكييف الصحراوي بيبقى اوبن اير وتفتح الشبابيك وهو يضخ وهو موجود منه دلوقتي في المحلات هنا بدأوا يجيبوا حاجات كده يبقى في مروحه كده وبعدين بنملى ميه وتدوس فالميه تقعد تلف جوه والهواء يطلع عليها. ممكن يكون فيها اكتينومايسيتس ممكن ان شاء الله يبقى فيها شويه اميبا شويه ليجيونيلا بالصراحه بس عشان ما تفرحش قوي بالجهاز فرحان قوي ورخيص قوي وبيطر الجو. طب يا عم يعني ربنا يكرمك ان شاء الله فئة ليجونيلا كده تتعلم الادب. نيجي بعد كده في مشروم الناس هم بتوع صناعه المشروم موجود. طيب نيجي بقى نشوف اذر اوكيوبيشنال لانج ديزيز الكول وركر دي مش مهمه قوي وفي البايسينوزيز ما تلغوص بقى تجاسوزيز ده انترستيشال لانج ديزيز. بايسينوزيس اللي هو صناعه البطن ده كان بيعمل ايه؟ برونكيولايتس وكان بيعمل اوكيوبيشنال ازمه لو تتذكر. وادي بقى قصه الهيموديفاير لانج كلمه بتاعنا اللي هو اللي بنسميه احنا ايه بقى؟ اللي هو المبرد هيموديفاير اللي هو المبرد اللي هو مش فريون يشتري ودي جهاز قد كده اللي هو بقى هناك ده يطولوا كده ينزلوا على الارض تلاقي فيه جوه ميه كده شغاله ومراوح بتطلع فتلاقي الهواء عامل زي هواء البحر هواء رطب حلو يعني بس هو طبعا بقى بينظفوه تنظيف جامد وحاجات زي كده وبتاع. فانت لو انت هتجيب البتاع دي في البيت في ناس بيحبوا يجيبوا الحاجات دي في بيوتهم اوكي بس تبقى دايما مراعي نظافه البيت بيتنضف وبيتطهر وبتاع مش تلاقي فيها بلاوي جوه. طب الهيموديفاير فيفر دي بقى اسمها ايه يا جميل؟ بيبقى فيه اميبا اميبا في الميه وانت تنهيل الاميبا. انهيليشن للاميبا ما بيعملش مشكله الا جاست كحه وفيفر. كحه وفيفر وتروح بعد كده على طول. فتلاقي الواد سخن وجاله كحه مش عارف ايه. فين واحنا مثلا في حته كده ولا جماعه الحج ولا العمره الناس بقى بيروحوا كده ممكن يحصل حاجه زي كده. طبعا ساعات بيبقى الحظ سايق وتحضرنا معاه ايه؟
ليجونيلا. ليجونيلا هتبقى مشكله. دي نيمونيا نيمونيا. اوكي؟ بس بقى انت خدت فكره عن الكلام. خلينا بقى في الموضوع كويس. يبقى انا دلوقتي لما اجي اذاكر هذا الشابتر انا بصراحه هذاكر ساركويدوزيس. ساركويدوزيس ده جه السنه الموضوع اللي فات لا اللي قبله. عندهم احنا الساركويدوز شغال عندنا حريقه. بروبلم عادي جدا. طبعا ده موضوع مهم. واحنا قاعدين شغالين كده مع العيال خلي بالكم ده موضوع مهم يا اولاد. اللي كان بيمتحنوا دور تاني السنه اللي فاتت راح جاي لهم واحنا قاعدين هنا كده. خلي بالك ده موضوع مهم ويكتب عليه المساله المعتقده هذا العام. وهتيجي غالبا في الجامعات التي هي على ضفاف النيل. يعني دي جامعات جامعة القاهرة 6 أكتوبر مصر الدولية. طبعا لو جت مصر 6 أكتوبر مش هنحط منطقة. هنحط منطقة. تلاقي أي وبتاع ومظاهرات. طب ساركويدوزيس هي عبارة عن إيه يا دكتور؟ بص إتيز اكتب عليها كده بالعربي هي بنت عم التيبركلوزيس، ولاد عم. تيبركلوزيس ساركويدوزيس. الاثنين شبه بعض، عشان كده أي مسألة ساركويدوزيس يقول لك ديفرنشال تيبركلوزيس. مسألة تيبركلوزيس ديفرنشال ساركويدوزيس. على طول شبه بعض. هي نانكيزيتنج جرانيولوما. بص بقى جميل يبقى هو دي بي إيه؟ جرانيولوما ودي إيه؟ جرانيولوما. بس دي ما فيهاش كيزيشن يبقى علامه التي بي ان تكون الجرانيلوما كيزيد ولقوا ان السبب ديفكت في التي سيل ديفكت في ايه؟ في التي سيل ولقوا الناس دول عندهم بص بقى جميل ليمفوبينيا والتي ليمفوسايت عامله تيشو انفلتريشن خلي بالكم من يا جماعه بتوع الباثولوجي لما بياخد بايوبسي من حاجة ويلاقيها مليانة لينفوسايتس بيحط في الاعتبار تيبركلوزيس والساركويدوزيس يبقى هنا التي لينفوسايت عمالة تنفلتريت التيشو وعمالة تقل في الدم والرياكشن نوعه جرانيلوما ويتش جرانيلوما نون كيزيتنج جرانيلوما وكان فيها كده لو تفتكروا حاجه كده افكرك انا باللفظ ده صرتوا خدتوا الساركويدوزيس فين اصلا يعني؟ خدتوها فين اساسا؟ فين؟ الباثولوجي في سنه ثالثه عمل حاجه افتح الكتاب هتلاقيها موجوده وقالوا لنا ان في خليه مشهوره اسمها لانجهان سيل وقالوا كان فيها انكلوجن بودي واحد اسمه استيرويد والتاني اسمه شوامان خلاص كده؟ ده اللي هو كان كلام غريب يا رب ايه الكلام الغريب ده؟ مش عارف اعمل ايه؟ بس في ناس يعني بص عمال يعمل كده. طيب المهم المرض في النهايه بص بقى الاميون بروبلم اللي عنده الراجل ده عنده تي ليمفوسايت فيها ديفكت يبقى السيل دي الاميون الجنابك بقى. طب ممكن اسال حضرتك سؤال؟ عايز حد يقول لي من خلال الايمينولوجي بتاع سنه ثالثه وانت هتقدر ان انت تجاوبني ان شاء الله. هو التيبر كلين تيست التيبر كلين تيست لما انا اعمله لواحد وخلاص واحد كده واحد ماشي في الشارع رحت انا اعمله تيبر كلين تيست طلع بوزيتيف ات مينز ايه؟ مينز ايه؟ انفكشن او ايه؟ او ايه؟ فاكسينيشن بس كده هو ده الموضوع يعني انت ماشي في الشارع واحد كده زي الفل اهو مفيش اي عندك اي امراض فانا حد يعني ضربت في نافوخي ان انا اعمل تيبر جرين تيست مش لغرض تي بي ولا كلام من ده له غرض اسمى من هذا ما هو؟ ايوه it is a test of T cell أو cell mediated immunity يا واد
تي بي واس اف ايه. فلما يبقى الديو جرين تيست بتاع البوزيتيف ات مينز جود سيل ميديتد ايميونيتي. فهمت يا بابا؟ اخينا الساركويدوزيس التي سيل اخبارها ايه؟ تعبانه. يبقى السيل ميديتد ايميونيتي عامله ايه؟ تعبانه. يبقى لو انا عملت له ديو جرين تيست ماذا يحدث؟ هيطلع نيجاتيف. طب هو طلع نيجاتيف ليه؟ ما تجيش تقول اصل هو ما عندوش تي بي. لا، لان السيل ميديتد اميونيتي تعبانه. اسمها ايه الحكايه دي يابا؟ اسمها انرجي. انرجي مش انرجي. انرجي خلاص هام كام. انرجي يعني ايه يا كابتن؟ يعني بالبلد هديك بقى مثال اسهل. واحد عنده اتش اي في، يلا واحد عنده اتش اي في موافق؟ ممكن يجي له تي بي ولا لا؟ هيجي له. طب اعمل له تيبل جرين تيست نيجاتيف، لان الاميونيتي بتاعته تعبانه. دي اسمها ايه؟ انرجي. اللفظ ده سياده خدته في سنه ثالثه. بس الكلام كان كتير بقى طبعا، فانت فكت منك. دي معلومة هامة للغاية. بس تيك ا بيتشر. طبعا ايه؟ الراجل ده يا اخي عنده تي بي ولا ايه؟ الراجل عنده تي بي. عملت له تيب جرين تيست طلع نيجاتيف، هو تي بي فعلا؟ بتاع نيجاتيف ولا هو مش تي بي؟ لا يطلع ساركويد، ما الساركويد شبه التي بي بالظبط. وساركويد فيها انرجي كده. هو ده الموضوع. طيب نيجي بقى تيك ا بيتشر. تيك ا بيتشر هيحصل ايه؟ اللنج. هيحصل ايه في اللنج يا جميل؟ انترستيشال لنج ديزيز. انظر الاكلاشي يعني عنده ايه الانترستيشال لنج ديزيز؟ عنده شويه كحه، على شويه ديسني، على شويه الدم، الحاجات اللي قلنا عليها. جميل. الاكسترا بالمونري مانيفستيشن هو ده الموضوع. يعني هو الساركود، اصله ايه الساركود يا ابني؟ سيستميك ديزيز يا حبيبي. فتلاقي المريض هيجي له حاجات تانية بقى. الحاجات التانية هي دي بقى اللي هتخلي المسألة سخنة. هيجي له ايه بقى يا جميل؟ الهار كارديومايوبس. صح؟ خدناها دي فين؟ في الكارديولوجي. ليبر وسبرين يكبروا والليمف نود تكبر، يبقى جنراليز ليمفاديموز. العين يوفيايتس. فاكرين بتوع رمد علمونا حاجه؟ بتوع رمد قال لك ايه؟ خلي بالك الريد اي اسبابها كثيره. في الكونجكتيفايتس اللي هي الكونجكتيفا، وفي الكيراتايتس، وفي الجلوكوما، وفي مش عارف ايه. دي حاجات رمد. وفي يوفيايتس. اليوفيايتس sometimes بتبقى رمد، لكنها في الاغلب بتريفليكت underlying systemic disease. اه ده واحد منهم. الباقيين بقى عارف كلهم فين؟ روماتولوجي. جايين بقى. سيرو نيجاتيف ارثروباسي اند سو اون. يعني انا ممكن اجيب لك بروبلم ريد اي. ريد اي بس ميديسن وكانت عينه حمراء. والدكتور كشف عليه قال يوفيايتس. تقدر تقول لي ايه الميديكال كونديشن اللي بتعمل كده؟ طيب اللاكريمال جلاند، هي اللاكريمال جلاند ميديال ولا لاترال؟ تبقى لاترال. فتلاقي الواحد يجي لك ايه؟ بص يا دكتور، تلاقي عنده الحته دي وارمه كده، هنا كده. يا ابني الحته الوارمه دي لاكريمال جلاند بتتأثر المرض ده. خد عندك بقى. كمان بيجي لهم، خلي بالك بقى دي احنا خدناها فين دي؟ مش فاكر يا ربي. الجرانيلوما. قلت لكم هذه الجمله عاشقه. الساركويدوزيس عاشقه للبوستيريور بيتوتري جلاند. بتعمل دايابيتس انسيبيدس. كتبنا البروبلم بايدينا على الشمال. اكتب البروبلم مره ثانيه. البروبلم دي اصل ايه؟ بروبلمز زي ما قلت لك ايه؟ هي مجموعه من الافكار
على مستوى العالم كله معروفين، بس كل يعني كل واحد على قد مقاسه. يعني دايما البكريوس يعني بيبقى دي مقاسه، وانت هتنبسط من حاجه. ما تيجي تخش ماجستير هتلاقي البكالوريوس والماجستير ما بيختلفوش كتير، الاثنين اولموست ذا سيم، بس الماستر بتاع كمان سنه كمان شويه زقل فوق شويه، انما الدكتوراه الجاب كبيره جدا. ده حاجه وده حاجه تانيه، يعني ده موضوع ده موضوع تاني عشان تعرف يعني ايه دكتوراه. دكتوراه دي حاجه كبيره قوي، لازم تبقى جامد قوي، وبالذات الدكتوراه المصريه. الدكتوراه المصريه طبعا هي بيقولوا مش عارف ايه، لا الدكتوراه المصري اللي بياخد ام دي في مصر ده بيطلعوا عين امه عشان يتجوز، ما ياخدهاش كده مش عارف ايه، يطلع عين امه وهما بيتعمدوا يسقطوا الناس. يقول لك الولد ده كويس قوي لازم يصحى. طب ليه؟ قول لي ليه؟ ايوه عشان ينشف. الولد ده شاطر هيبقى حاجه حلوه، سقطه كمان مره عشان يذاكر كمان مره هيبقى كده. في ناس انفعلت فبوظ. صلح بتاعي اهو. فاكتب على الشمال patient presented B chronic cough. بيكح يعني ايه بيكح؟ يعني عنده كحة مستمرة ودسنيا ونقط. يبقى هو بيرميلي ايه؟ بيرميلي مرض في الريتشس. وبعدين هي ديفلوب بوليوريا وبوليديبسيا. سيبه بقى كده هنجرب كده، بس حاسس بس اهم حاجه ما يقعش على حد، ما تقعدش بقى تحتيه يا دكتور، يعني برضه يعني خايفين على دماغك يا ابني فيها معلومات كتير قبل كده ماشي، لكن دلوقتي لا. ديفلوب بوليوريا بوليديبسيا يعني ايه؟ والبلاد شوجر نور، يعني هو دايابيتس ايه؟ مش ايه؟ مش مليتس. فهنا العلاقه ما بين امراض الصدر والدايابيتس انسيبيدس، هما هنا عاشقين هنا لمين؟ لسربيدوس. طبعا برضه هيبقى بيديك بقى واحده اون اكزامينيشن، هيلاقوا في ليفر اسبلين الله الله يا سلام. نفس بقى المساله دي بقى ايه تلبس عندكم ان شاء الله. اروح ماجر مركب امشي بيها في النيل ونقعد نطبل، عارفين الناس اللي بتطبل في المراكب دي؟ الناس اللي هامك دول نعمل زيهم. في كمان بقى حاجه مهمه جدا، الكالسيوم بيعلى. الكالسيوم بقى يا اولاد ليه؟ هقول لك حاجه عجيبه، الماكروفاج او بيقولوا يعني ما هو المرض ده انفلاماتوري، فالماكروفاج فيه بتطلع ماده غريبه شبه فيتامين دي، ايه رايك؟ امر غريب، طبعا ماده شبه الاكتف كمان فيتامين دي، عشان كده الساركويدوزس بتعمل هايبرانسيميا. كل دي بقى معلومات بقى. ساركويدوزس تيبركلين تيست بوزيتيف، تيبركلين تيست نيجاتيف فيها هيباسوليو نيجاتيف. ممكن تيجي بقى بص، ممكن يقول لك ايه، هو مش عايز يقول لك دايابيتس انسيبيدس، ممكن تيجي بريزنتد بوليوريا بوليديبسيا. ايوه كنا واخد بالنا منه، سيرم كالسيوم يبقى لو
لا سيرم كالسيوم هاي لا ده خريج معلم بس كده. المربع ده تسيبه مش مهم مش مهم مش لازم تبعته. كلينيكال ايه الانفستيجيشن بس انا وانا براجع هقول لاني عايش ده البتاع بقى ايه. بص بقى جايب انا عايز ارسم لك واحده اشعه زي دي كده بس ايه الليمف نود لتحت شويه. اعملي دي على الشمال يا ابني عشان دي بروبلم متكرره. لان هو ما هو الميديسن هي مشاكل الطبيب قادر على حلها ان شاء الله. مشكلتك ايه يا ابني؟ احلها. مش هي موضوعات الحفظ كفايه بقى ارحمونا بقى. بص ده ايه المنظر ده؟ ميديا سباينال ليمف نود وفيها فيستونينج ابيرانس. طبعا تعرفين الليمف نود دايما لما تكبر في حته بيبقى فيها فيستونينج كده لان هي الليمف نود شفتوها هي الليمف نود عباره عن ايه؟ بتبقى حاجه لوبيوليتد كده الليمف نود بطبيعتها ده ركبتها كده. فتلاقي شابه كده فتكتب تحت دي ايه؟ ميديا سباينال ليمف نود. يبقى أول مرة راجل يقول لك ميديا سباينال ليمف نود تروح حاطط لي تحت الرسمة دي ثلاثة ورا بعض على طول. ساركويدوزيس مين تاني؟ خلاص أنا موافق. تيوبركلوزيس أيوه والتالتة لازم تقولها لي من الجراحة. لنفوما يا دكتور خلي بالك ده هو هيطلع على تي بي لا لينفوما لا سامبويد مش هتبقى صورة. وعملنا له اكس راي تشيست طلع ميديا سباينال ليمف نود يا ترى انت شايف ايه الديفرنشال ديجنوز روح مديله دولار. ادي الاكس راي بيقولوا هي فيها جريدز يعني انا مش مهم يعني بيقول لك ايه مش لازم 1 2 3 4 مش لازم الكلام ده اقول له بس ايرلي هيبقى نورمال شويه هيبقى ميلياري شادو بعد الميلياري شادو هيبقى ايه هو الاول اظن فيه الميديا سايد يبقى اول حاجه نورمال وبعدين ميلياري شادو مش كده اه ليمف نود الاول مش كده وبعدين انترستيشيال وبعد كده ايه اللي بيحصل بقى في الليمف نود الليمف نود بتختفي في الاخر ليه؟ بيحصل ايه؟ اقول يا دكتور بص دكتور هناك قاعده في الفصول لو تحب تكتبها كده قول جرانيومز هيلز باي فايبرز يعني قاعده شكل دايما تلاقي السركويد هتلاقي فيها فايبروزز تي بي فايبروزز ومين اللي عاشق للفايبرس تيشو كانسر يبقى جاي عليه شامل ايه طيب ادي الشكل بعد كده بقى الاثر الانسيجن يا الراجل بقى ما لو نكشف السركويد الاورال وانت قلت له تلاقي الراجل بقى يقول لك طب وايه كمان بقى نعمل بص تقول لي ايه سيرم كالسيوم برافو عليك ايه كمان في بقى بص يا دكتور البلاد جاز اخبارها ايه؟ المرض ده ايه؟ ديفيوجن ديفكت انترستيشن فيها البوكس. طب ايه رايك بقى في في مره ولد برضه كان راجل مسكه فلاقي الواد شاطر ما شاء الله بس ايه هو ساعات لما يبقى شاطر قوي وبيجاوب حاجه حلوه زي دي تلاقيه برضه هو ممكن يسند معاك شويه يقول لك لا يا راجل طب كذا هو مبسوط منه فالمهم قال له ايه؟ طب بص بقى في انزايم بيعلى في سايكولوجي لو قلته انا بص هديك 49 من 50 انا خلاص كرمت هديك 50 لو قلت لي البتاع دي فبصراحه بناقص يا ربي مش 49 فانت تقول له فهو عايز ايه بقى فالوقت طبعا يقول له ايه قاعد يضرب كل الالتزامات اللي في الدنيا اس جي او دي اس جي بي تي لكتك مش عارف ايه سيكل مفيش لازم تبقى عارف كونفيرتنج انزايم عارفين الكونفيرتنج انزايم اللي في اللاين بيعلى
في السامبل دوزز وبيقول عليه بيدل على ديزيز اكتيفيتي. تيور جرين تيست اخبارها ايه؟ بص معموله بالبولد ازاي عشان سيادتك تبقى واخد بالك. انرجي دي حاجه مهمه جدا. ممكن بقى اعمل ايه يا دكتور؟ اللي هو ترانس برونكيال بايوبسي هلاقي ايه؟ نان كيزيتين جرانيلوما. طب وايه كمان بقى؟ برونكو الفولار لافاج بتلاقي الاوتبوت فلويد فيها ليمفوسايتس. انا بقول لك اللي عنده اتصدموا لما جالهم السرطوري. بس هو طبعا هو ده موضوع مهم. طبعا مكتوب بقى عندك في بتاع اسمه فاين تيست، ده مش مهم الفاين تيست ده خلاص. وفي الاخر انا كاتب لك اهو يا عم الميديا ستان الليمف نود العلاج. العلاج كورتيزون. ومش لازم حتى الانديكيشن، يقول لك لو جاله يوفيايتس لو جاله يا عم كورتيزون وخلاص. طب بتدوا الكورتيزون ازاي؟ قولوا لي بقى يلا. فول دوز ستيرويد اللي هي كام؟ 1 ملي جرام بريدنيزون بير كي جي بير داي. طب ولما يتحسن في خلال شهر شهرين هيتحسن ازاي كلينيكال وبايوكيميكال؟ هلاقي كل الانفستيجيشن بقى كويس. على فكره احلى انفستيجيشن كونفيرتيكال لان هو بيشخص بيعرف الاكتيفيتي وبينفع في الفولو اب. كونفيرتنج انزايم قل، كونفيرتنج انزايم اختفى، احنا ماشيين حلو قوي واخد بالك. وبعدين لو ما نفعش العلاج اديله ايه بقى جميل؟ نزود بقى ازا سايبرين، سايكلوفوسفامايد، سايكلوسبور. بالتالي ده موجود مش كده الكلام ده؟ المربع اللي تحت حط عليه دماغ، اكتب دماغ مش ناقصين. يعني كلام بقى علم وبتاع والبروجنوزيس، بروجنوزيس حلو. على فكره اكتب على السربيدوزيس، اكتب على العنوان ان هو مرض، مرض مش وحش. اكتب كده. واكتب خير ان شاء الله. مرضك للناس. ليه واحد كده؟ هو يا ابني مرض السركويد ده. انا اخويا عنده مرض اسمه بيقولوا سركويد واتحجز وبتاع، فتلاقي العيله بتعمل كده. طمن يا عم ان شاء الله خير ما تخافش. سركويد اسمه كده. هو في امراض بتبقى الترجمه بتاعتها ما فيهاش ترجمه عربي. اخر صفحه في الانترستيشن لان ديزيز تحصيل حاصل. تحصيل حاصل. يبقى يلا بقى انا عايزكم تقولوا لي كده، هسال دلوقتي امتحان مفاجئ. امتحان مفاجئ. السركيدوزيس بتعمل ايه في الهارت؟ بتعمل ايه في الكالسيوم؟ ليه؟ الاي بتعمل ايه يا ولد؟ ريد اي. كلامك ريد اي سؤال مهم. هو مش سؤال ريد اي، يقول لك وكان عنده ريد اي. فيقول لك هو ليه عنده ريد اي؟ يقول لي ريد اي. ايه الانزايم اللي ما بيعلاش؟ لو عملنا برونكو البولار لافاج ايه السيل اللي هتطلع؟ ليمفوسايت. تجيب الكريم تيست يا عم الحاج. ايه؟ نيجاتيف. اسمها ايه اخر فاضل؟ انرج. ليه؟ السيل ايه؟ ده انا في حته دي سته مهمه يا خرابي. ادي بقى السؤال ده. استنى بس. انتوا خدتوا الفيشل نيرف باراليسيس ولا لا؟ طب اجي على السؤال. هتلاقي مكتوب عندك في النيورولوجيكال مانيفستيشن هتلاقي جمله ملفته ولا انسى هذا اليوم ابدا. بايلاترال فيشيال نيرف باراليسيس. طبعا دي تحط تحتها خط احمر وتكتب كده ده كلام ملفت. يعني فيشيال نيرف بايلاترال. تروح كاتب على الشمال بقى السؤال. يا سلام السؤال ده. دي والله قلته مش عايز اقول لك بنسين طويله يا جاب. لا راح تخيش بعدها والله يا دكتور. مفيش سنه او سنتين
اقسم بالله قعدت ارقص في ابدان العباس. لبست جلابيه مقطعه وقعدت ارقص من فرحتي. ريحت قوي ليه بقى؟ لان انا اصلا عملت وقت بص كده ويلات رايت فيش من الفارس. ايه ده حاجه من التكال بقى قوي يعني. الناحيتين هي فيها ميزه. ايه الميزه؟ ان وشي يبقى سيمتري. الثاني يعمل كده. طب يلا اكتب الكوزز. ايه الاسباب؟ عايز حد يقول الاسباب. طبعا هتقولوا ساركويدوز غيره بقى. انا عايز كمان سببين بس. ما سمعتوش حاجه خالص؟ ما فيش. قولي بايلاترال بيلز بوكسي. بيلز عارفين البيلز بوكسي؟ بيجي ساعات بايلاترال. اثنين جوان بري سندروم. اكتب كده جي كده جوان جي بس بري. طبعا سمعت عنه في الاطفال ولا ما حصلش؟ زي ما سمعت دي بيت ايه؟ ما شاء الله انت هنا من بدري. كويس. انا بقول عايزين العنوان برضه مش عايز اتعب. مش حاجه انت بس ايه تجيبي لي الاكل وانا ايه؟ قولي كلمتين جوان بري. وايه كمان يا ولا؟ مالتوبول اسكليروزيس. يبقى واحد عنده بايلاترال فيشيال نيرف باراليزيس. السؤال ده يا ابني لما جه خيش مره. ايه؟ مالتوبول اسكليروزيس. طيب في برضه حاجه في السكن اسمها بس مش مهمه قوي. حاجه اسمها لوبس بيرمي. شو هات بقى اخر صفحه انترستيشن لانج ديزيز بقى اللي هو ايه يا دكتور؟ يقول لك اذا كان الانترستيشن لانج ديزيز يلا استاذ يلا استاذ قولي لي الكوزز اوف انترستيشن لانج ديزيز قلناهم. ايوه سيليكوزيس اسبستوس اوكيوبيشن غيره كولاجين ديزيز لوبس انكيلوزين ساركويدوزيس مفيش ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده هيبقى ايديوباثيك. فهمت بقى الفكره؟ ايديوباثيك او يسموه كريبتوجينيك فايبروزين انديورايت. المرض ده كانوا بيسموه زمان همان ريتش سندروم. اكتب ان ده الاسم القديم. همان ده واحد وريتش واحد تاني. هما طبعا زي ما تقول ما بقوش بيدفعوا للكتب فشالوا اساميهم. الكلينيكال بيكتشر والانفستيجيشن والتريتمنت از بيفور. مش هتلاقي فيهم جديد. يعني واحد جاي لك بنسمة وكحة وتلاقي جود كلابين ونفس الكلام. احنا قلنا الاعراض كانت ايه؟ دسمية ومعاها ايه؟ خمسة سي الكوف والساينوزز والكوربالمونال والكريبيتيشن مش كده؟ والكلابين كل ده موجود. وبرضه الانفستيجيشن كنا بنعمل اكس راي ونعمل لانج بايوبسي وبرونكو الفرار لافاش ومش عارف ايه وفي الاخر هنديله العلاج الكورتيزون واليمينو سبريشن. بس يقولوا ان المرض ده الايديوباثيك ده بيقولوا عليه وحش باد برونكوس. طبعا النهايه بتاعت الناس دي بتبقى اما ريسبيراتوري فيلير او كور بالمر. ده كان جزء انترستيشن لانج ديزيز. في كمان عندنا لا خلي الدي بي بقى ده المره اللي جايه عشان احنا ما يحصلش شيء. عشان الدي بي عايز دماغ. ايوه لا كده اوه سليب ابنيا شويه حاجات كده صغيره. اوكي
دي انتوا بقى بيقولوا الخميس خميس فاضي بكره مش عايزين. انا عندي اقتراح، بس لو انا هعمل كده انا كنت عشان اشرح نيرو اناتوم، لو انتوا اتفقتوا معايا على الخميس انا موافق اللي هو بكره، بس بكره بقى نعمل ايه؟ هبدل الحصص عشان اجيب لكم الورق نيرو اناتوم معايا جاهز. يعني بكره راح نديكم دي بي، والسبت والحد هو اللي يبقى نيرو اناتوم. ينفع؟ ولا في ناس مش موافقين؟ السلامة ان شاء الله. بكرة ليه؟ مش هو ده.